طيب ما نشدد التأمين على المحطة نفسها بحيث انه لو حصل هجوم نقدر ان احنا نوقفه. على فكرة لو حصل هجوم حتى لو ما نجحش بعمل اللي هو عايزه، لان ساعتها الدنيا كلها تكتب ان حصل هجوم ارهابي على محطة تسييل الغاز في مصر وهتبقى فضيحة. ما احنا نشدد الاجراءات الأمنية ونزود عدد الكمائن على الطريق، وكده مش هيقدروا يعدوا بالسلاح بالعربية. اكيد هيبقى في كشاف ماشي قدامهم عشان الكمائن. المشكلة المنطقة دي حواليها صحرا كتير، ولو حسوا ان في كمائن هيخشوا من اي مدى ووصلوا المحطة. الا بقى لو الموضوع مقصود ومترتب. يعني يعني هنخليهم يتحركوا على الصحراء بس بمزاجنا، ويمشوا في المسار اللي احنا رسمينه، ويوصلوا للنقطة اللي احنا محددينها، ويلاقونا مستنينهم كمان. الأكيد ان هم دارسين مكان والطريق ده كويس، وعارفين هيتحركوا ازاي على الطرق السريعة. والأكيد برضو ان مفيش حاجة هتخلي حد يشك فيهم الا لو في كمين، لان ممكن يفتش العربية ويلاقي السلاح اللي معاهم. جمال أبشر، إلا كم ساعة وبحاكيك بنقول لك البشرة. ألو، يا أبو العباس. فإحنا نحط لهم كمين في الطريق في النقطة دي، وده هيربكهم لأنهم هيتفاجئوا وهيجبرهم يدخلوا الصحراء من هنا. يا عمر، العربيات دخلت الصحراء مفيش حد وراهم، وعربية الكشاف كملت ودخلت الكمين وبتتفتش دلوقتي. القوات جاهزة نبيله في مكانها، وهتشتبك أول ما العربيات تخش المدى. على بطن، خليك على ظهرك.